بسرعة قبل ما يفرغ. يا لا والنبي على حبيبي. شيل العود التاني، شيل العود التاني، شيل العود التاني بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة الأربعة 6/5، يعني ده أول رحلة معانا في شهر 5. مش عارف بقى النهاردة كام رمضان، 12 رمضان أو 11 رمضان. النهاردة يا جماعة احنا في كفر الشيخ في نفس المكان بتاع كل مرة، طالعين للبلطي. هنشتغل يا جماعة مراية على الجرف وننزل عليها غلة. طبعا المكان اللي كنت فيه، اللي كنت عامل فيه إزازة العلف، الجو يا جماعة لقيت هناك الجو هناك يا جماعة كله هوا وبهدلة، المية مموجة. فجيت في مكان كده أكون في خوص يهدي الهوا شوية. هوريكم يا جماعه المكان، وبعد كده ايه نبدا نرش الدور بتاعنا. ما تنسوناش يا جماعه باللايك للفيديو، ولو انت جديد معانا يا ريت تشرفنا باشتراك. تابعونا يا رجاله. ده المكان يا رجاله، اهو الخوص اهو يا جماعه، بهدي الميه خالص. الدنيا هنا مفيش هوا اهو، شوف الشمس عامله ازاي. بس في الميه هنا طبعا الدنيا هاديه، فعشان كده انا جاي هنا في الدور ده عشان بس مفيش هوا. الخوص ده يا جماعه مهديها على الاخر. بس لو بصيت على الغبزه نفسه من فوق الهوا قرفه خالص. هننزل بقى نرش الدور ده رجاله بالغله والعلف مرايه على الجرف، مش غرقانه على الجرف. اهو رجاله، اهو رجاله الدور اهو اهو. هنجيب شويه علف، هما شويه هما رجاله، وعلى الجرف بره خالص كده اهو، على اول الدور من بره تمام. على شويه غله اهو على اول الدور من بره، وشويه غله في القلبي اهو يا رجاله. ان شاء الله يا جماعه بعدين. طبعا يا جماعه كل شويه كل فيديو بعرض العده اللي مشغل بيها وطريقه التزفير وازاي ترش الدور، عشان خاطر في ناس بتشوف في الفيديو مره وفي ناس ما بتشوفش التاني. يعني مثلا في ناس جديده بتخش تشوف فيديوهات، فطبعا لو ما عملتش على العده اللي شغال بيها هيخش في التعليقات يقول لك انت شغال بعده كذا، شغال بسن كام، شغال بعوق كام. خدت بالكم الحته دي بترش الدور ازاي؟ فلازم كل فيديو ارش الدور واقول على العده اللي شغال بيها. طبعا يا جماعه شغال بعود 3.60 حد اوروبي، عود 3 متر اكوا مارينا، الخيطين بتوع المكن 30، الغمازين غمازين حرامي، مش حرام مقفول، حرام بشويه، والسن مقاس 7. انا يا جماعه المكنتين المكنه 200 صيني، المكنه مقاس 200 صيني، لان كده الشغل بتاع الغله ده مش محتاج مكن يعني جامد ولا حاجه، يعني اي مكنه بتقضي الغرض، اهم حاجه بس تلم خيط خلاص. تابعونا يا رجاله وباذن الله لو جت معانا حاجه هنصور. ما دخل معايا ده على الدور اهو. تعال 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 يا مسهل يا رب، تعال تعال. شوف يا جماعه ده دخل على الدور معانا، على الدور الغله، على الغله والله اقسم بالله على الغله يا جماعه. شوف ده دخل، خد سحب سحب. طب انا اعمل دلوقتي ايه؟ افصل واوريها لكم ولا ايه؟ شوف ده يا جماعه حته ما شاء الله تكبير. شوف ده خلاص اهت. شوف يا جماعه الدكر اسود ازاي، لان في تكاثر ايام دي الدكر بيسود. بس انا بس احاول اطلعه او احاول الم العود ارفعه زي ما تيجي. ده حلوه السن بقى الايه، ما يكون سن. شوف الخيط اهدى بقى، خلاص اهدى اهدى اهدى. بص الدوره اللي خرب بيت الغمز التاني، اول عودها رجاله والمعلم ده متحلق معايا. ثواني بس ايه نفصل كده ونلم بس عود شويه ونرفع، ولا نرفع ونقف نرفع. ثواني نرفع بقى زي ما تيجي. اسلام بعيد ابو اسلام، اسلام ابو اسلام. هو جاي لكم يا جماعه، تعال هذا المعلم ده موعود. طب صبر لما يفر،
بسرعة قبل ما يفرغ. يا لا والنبي على حبيبي. شيل العود التاني، شيل العود التاني، شيل العود التاني بسرعة بسرعة، تعال بسرعة انزل هات ده. عم ده عادي كيلو ونص بسرعة. بيدك بقى ببص البتاع بقى، بيدك الاثنين، انا جايبك عشان تخلص اهو، بيدك الاثنين وخلاص اهو. على مالك بس؟ لا ايه لا يفر، بلاش شتيم، على مهلك. اه يا جماعه ذكر، شوف جسمه اسود ازاي، لان الذكر ده يا جماعه في الايام دي التكاثر بيسود. اهو معانا ابو اسلام اهو منورنا النهارده. اي ذكر تلاقي كده اسمر. اه يا جماعه ده اول قرموط معانا داخل معانا على الدور. ناخده ولا نرميه؟ ما سيبه ما بيقعد، ارميه ما بيقعد. لا سيبه معانا، نسيبه لو جت معانا حاجه ثانيه هناخده، ما جتش هنرميه بقى اخر النهار. تابعونا يا رجال، منورنا ابو السلو. صبع على الناس، حتى معانا بالصلاة على النبي رجال. تذكر زي الفل داخل على الطعم النهارده يا جماعه. الاربع 6/5 اول طلع علينا في شهر 5. يا جمال يا جمال، تذكر زي الفل يا جماعه داخل على الطعم اهو. تابعونا يا رجال من على الدور بتاعنا ده. النهارده يا جماعه الاربع 6/5 يعني ده اول طلعه لينا في شهر 5. دي تاني حته معانا، واحده طعم واحده غلا. هنبدا نصور مباشر الرجاله بس كله ايه، هنشتغل غلا عشان السمكه الطعم في سمكه كبيره صغيره. هنبدا نصور مباشر ان شاء الله. تابعونا يا رجاله. اللهم صل على النبي يا جمال الغله وحلاوتها. تاني حته بالغله يا رجاله، بس طبعا ديت اول واحده مباشر معانا. هي رجاله تفكرها مزارع ولا حاجه، اهي حاجه ذهب ذهب. تابعونا يا شباب. الله اللهم صل على النبي يا جمال الغله. صب اسلام يا رجاله ان شاء الله. دي ثاني حته مباشره يا رجاله وصلاه النبي. النهارده يا جماعه الاربع 6/5 مش عارف بقى كام رمضان بقى. يا رجاله على ايديا برضو اهي حته ما شاء الله، اهي ثاني حته مباشر. تابعونا يا شباب. معانا يا جماعه الحاج محمد، قابلنا على الميه، راجل حبيبنا متابعنا برضو ده. بص يا جماعه احلى حاجه في القناه ان معرفة الناس دي يا جماعة. الله يديك الصحة حبيبي عم محمد. والله الله يكرمك حبيبنا على الماء يا رجال الفلاح. مفيش صياد من كفر الشيخ الا لما يعرفني حبيبي، ربنا يخليك. مفيش صياد من كفر الشيخ الا لو يعرفني. ده شرف ليهم ولينا. الله يديك الصحة. وانا شرف لي ان انا اتعرفت بالراجل الطيب دوت وقابلته، ومن الناس المحترمة قوي قوي قوي. حبيبي ربنا يخليك، ربنا يديك الصحة. وانا عرفت عندي تسوى الدنيا بحالها حبيبي. ده شرف لي يا عم محمد، ربنا يخليك. الله يكرمك. تابعونا يا رجاله باذن الله، لو جت معانا هتصور. الراجل المحترم ده منورنا النهارده حبيبي يا محترم. شايفين يا جماعه احجام السمك اللي معوم عامل ازاي؟ بعد ما انك تاكل غلا برضه يعني معومه كده وبتاخد، بس تقيله بقى. السمك عامل ازاي؟ احجام عامل ازاي؟ صغيرين دلوقتي هنلمهم تاني مع
انهم دخلنا على الغلة. شوفوا يا جماعة ده بس ظهرها درماتين ميجوزو غلة هالرجالة.